بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الابتدائي بمجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من لقاءات مادة العلوم. اليوم يا أحباب إن شاء الله هنأخذ مراجعة على الفصل السابق على الصوت والضوء. هنتكلم إن شاء الله هنأخذ مراجعة على هذه الأشياء. طيب، أول شيء معانا اقرأ معي: الحرارة، الطاقة، يهتز. الحرارة، الطاقة، يهتز. طيب، دي المفردات اللي هي معانا اليوم إن شاء الله في هذه المراجعة. أكملوا كل جملة بالكلمة المناسبة. اقرأ معي السؤال: أكملوا كل جملة بالكلمة المناسبة. السؤال الأول: يصدر الصوت عندما نقط الشيء. ها، يصدر الصوت عندما نقط الشيء. ها، اللي جاب هنا ايه؟ أحسن، عندما ايه؟ يهتز الشيء. عندما ايه؟ يهتز الشيء. يصدر الصوت عندما يهتز الشيء. طب تعالوا نشوفه. سؤال رقم 2: نقط تجعل الأشياء تعمل وتتغير. ها، شايفين في الصورة؟ تجعل الأشياء تعمل وتتغير. أحسن، الطاقة. يبقى الطاقة تجعل الأشياء تعمل وتتغير، زي ما احنا شايفين هنا الوقود اهو بيعطي العربية طاقة يخليها ايه؟ تتحرك وتسير. طيب، الثالث: عند احتكاك اليدين إحداهما بالأخرى فإننا نشعر به. ها؟ لو أنت حكيت إيديك كده ببعضها هنشعر بالإيه؟ ممتاز، أحسنت، بالحرارة. ممتاز، يبقى نشعر بالحرارة. يبقى عند احتكاك اليدين احداهما بالاخرى فاننا نشعر بالايه؟ بالحراره. طيب، ننتقل بعد ذلك في عند صورتين امامهم. الصوره دي حل فيها فشار، والصوره هذه طالب بذاكره ومشغل الايه؟ اللمبه او الاضاءه. طيب، استنتجوا أتكلم عن أشكال الطاقة في الصورتين التاليين أو التاليتين. شكل الطاقة هنا إيه؟ إيه اللي خلى الفشار يتكون؟ أحسنت، الطاقة الحرارية. يبقى هنا الإيه؟ الحرارة. اكتب معي: الحرارة. يبقى إذا الحرارة هي اللي خلت الإيه؟ الفشار يتكون. طيب، يبقى إذا هنا الحرارة جعلت للذرة أو الفشار أعطاته طاقة، فالطاقة تحولت إلى إيه؟ طاقة حرارية، فتحول الذرة من الذرة إلى الإيه؟ إلى الفشار. طيب، تعالوا ننتقل في الصورة الثانية. الطالب هنا جالس يذاكر أو يحل الواجبات، بيستخدم إيه؟ طاقة إيه؟ أحسنت، الطاقة الضوئية. يبقى هنا الضوء. استخدم هنا الايه؟ الضوء. يبقى اذا الضوء يمكننا من رؤية الاشياء. الضوء هنا ايه؟ يمكننا من رؤية الاشياء. طيب، لو احنا طفينا مثلا ما في ضوء او شيء، الطالب هيعرف يذاكر؟ ما يعرف، صح؟ يبقى اذا الضوء يمكننا من ايه؟ من رؤية الاشياء. يبقى الطاقة اللي احنا استخدمناها هنا الطاقة الحرارية او الحرارة، وهنا استخدمنا الطاقة الضوئية او الضوء. وإلى هنا يا أحبابي نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، ولو في استفسار إن شاء الله بنتابع معكم من خلال منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلي.